السلام عليكم. العاهلة السعودية بعت برسالة إلى الرئيس الإيراني ويدعوه لزيارة رسمية إلى الرياض. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد برسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعاه فيها لزيارة رسمية إلى الرياض. وقال مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني محمد جيمشيدي عبر حسابه على تويتر إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رحب في رسالة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باتفاق البلدين الشقيقين، ودعا الرئيس الإيراني إلى زيارة رسمية إلى الرياض. وأضاف أن الملك سلمان طالب بتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين البلدين، موضحا أن الرئيس الإيراني بدوره رحب بدعوة الملك سلمان وأكد استعداد إيران لتعزيز التعاون. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيلتقي نظيره السعودي قريبا، وذلك في أعقاب اتفاق البلدين على استئناف العلاقة بينهما بعد قطيعة دامت عدة سنوات. وقال وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد: سأتلقى قريبا وزير الخارجية السعودي، مضيفا: اتفقت السعودية وإيران على عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين. وتابع: أبلغنا الجانب السعودي عن جاهزيتنا لعقد اجتماع وزاري للخارجية، واقترحنا 3 أماكن لعقد الاجتماع. وقبل نحو 10 أيام أصدرت كل من السعودية وإيران والصين بيانا ثلاثيا مشتركا أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقة بين البلدين برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأوضح البيان أنه من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون 2 شهر، مشيرا إلى أن الجانب السعودي والإيراني قد أعربا عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال 2021 و2022. وقطعت العلاقة بين السعودية وإيران منذ كانون 2 يناير 2016، حيث أثار إعدام الرجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.